واحد من اشهر اللاعبين الافارقه اللي نجحوا بشكل كبير جدا مع انديه كبيره في اوروبا، منها اياكس ومنها توتنهام الانجليزي، ومنها طبعا او من ضمن الانديه اللي كان بيلعب فيها نادي بيدفست الجنوب افريقي. تجربه مهمه جدا. ستيفن بينار نجم من منتخب جنوب افريقيا هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس. برحب بيك على شاشه الاهلي، واهلا وسهلا بيك في السادسه. Good evening. Thanks for having me on. على دعوتي للحضور معكم. يعني انا كنت منتظرك بنفس قصه شعرك المشهوره ونفس اللوك اللي كنت بتظهر بيه في الملاعب، بس في واضح انه في نيو لوك كبير جدا. اهلا بيك مره ثانيه. بدايه خليني اتكلم معاك على بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وكيفن جونسون، لانه الحقيقه بعد تولي مسؤوليه تدريب النادي الاهلي يمكن كان ليك على موقع تويتر او على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تويت كتبت فيها انه اثنين من اهم المدربين في مسيرتي الرياضيه على انستغرام تحديدا. عايز اعرف الدور اللي قام بيه موسيماني معاك في مشوارك. قبل كل شيء أود أن أقدم لهم خالص التهنئة للأهلي والكوتش بيتسو موسيماني وكيفن جونسون لفوزهم باللقب الأفريقي مع مثل هذا النادي الكبير في مصر وفي على مستوى أفريقيا. وعلاقتي بكابتن موسيماني هي على مدار سنوات طويلة مثله مثل كيفن جونسون، ولعبت وللاثنين أثر كبير في مشواري الكروي، حيث كان كوتش كيفن هو أول كوتش لي حين كنت في عمر 12، وساعدني كثيرا أن أقوم بتطوير ذاتي كرويا. وكذلك لعبت تحت تدريب كوتش موسيماني في الفريق القومي حين كنت في فريق الشباب، وكان بالنسبة لي كأب وكما تعلمون أنا بالتالي سعيد جدا لهم، ليس فقط لفوزهم باللقب ولكن لقيامهم بحمل مثل هذه المسؤولية مع هذا الفريق الكبير، وأنا بالتالي أهنئهم وأهنئ الفريق وأهنئ الاتحاد. بينار، أنت صاحب تجربة ناجحة جدا في الاحتراف في أوروبا. بداية خليني أسألك على من وجهة نظرك طبعا إيه هي أهم من أسباب نجاح التجربة دي سواء في أياكس أمستردام أو في إيفرتون الإنجليزي؟ نجاحي كان بالطبع لأن كان لدي مدربين ناجحين في السن الصغيرة وقادوني إلى أن أصل إلى الاحتراف. مستر كيفن هو من اختارني من مدرسة الكورة إلى آين ستيتون، ومن هنا كان أول عقد احترافي لي. ثم كوتش بيتسو كان هناك في هذه الفترة وجعلني أوقع لسان داونز حين كنت في عمر 15، ولكن انتهت الأمر بعدم التوقيع، ولكن كانوا بداية دخولي إلى عالم الاحتراف والثقافة والتدريب الإنساني وليس فقط الكروي على في هذه السن الصغيرة، فقد قادوني إلى كيفية التفكير وساعدوني على التجهيز بدنيا. تعاملت مع مدارس بالتأكيد تدريبية مختلفة سواء في أثناء لعبك في جنوب أفريقيا أو تمثيل منتخب جنوب أفريقيا أو حتى أثناء فترة الاحتراف في أياكس وفي إيفرتون. من وجهة نظرك إيه الفرق بين المدرب الأفريقي والمدرب الأوروبي أو المدرب الأجنبي؟ ليس هناك فرق أبدأ منه، ولكن ما أعتقده هو إننا كأفريقيين ليس لدينا الثقة بعد في مدربينا الأفريقيين ولا نقدم لهم الدعم اللازم. لأننا إن نظرنا على سبيل المثال إلى أي فريق أفريقي، لا إنه من السهل له أن يعني أن يجد مدرب دولي وخلاص، في حين أن حين يكون على المدرب الأفريقي أن يجد لنفسه فرصة في دولة أوروبية مطلوبا يقدم المزيد. فبالتالي نحن مطلوب مننا كفرق أفريقية أن نساعد مدربينا أن يظهروا إمكانياتهم وأن نمنحهم الأرضية المناسبة حتى نجذب اهتمام العالم نحو مدربينا ونحو قدراتهم ونحو ما يمكن ان تتجه للكره افريقيا. طب خليني اروح لابعد من كده واسالك، يعني احنا على مدار سنين طويله شفنا تالق كتير من الاسماء النجوم الافارقه في ملاعب اوروبا،
وتمثيلهم لكل الأندية الكبيرة، ومنهم بالفعل من حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا. على سبيل المثال الحصر جورج ويا، سامويل إيتو، ديدي دروجبا، مايكل إيسيان، وبينار أيضا. أنت لعبت في فرق كبيرة جدا، لماذا لا تنجح فكرة احتراف المدربين الأفارقة زي ما نجحت تجربة احتراف اللاعبين الأفارقة؟ ما أعتقده هو أنه بالنسبة للاعبين الأمر هو أسهل، الانتقال من فريق إلى آخر إلى فريق أوروبي. وبالتالي كما تعلمون اللاعبين الأفريقيين كذلك أسعارهم تعتبر اقتصادية مقارنة باللاعبين الأوروبيين. ولكن بالنسبة للمدربين حتى يحققون النجاح، من المطلوب أولا أن يكون لديهم الفرصة، أن يجدوا الفرصة على مستوى الأفريقي، فرق يعني مع فرق كبرى مثل خبرة مستر موسيماني مع الفريق الأهلي. وأنا أعتقد أنه ثاني مدرب أفريقي يكسب المسابقة الأفريقية مع ناديين مختلفين. وبالتالي من هنا يمكن أن نقول أن أنظار الأوروبية والعالمية بدأت تتجه إلينا. ومن هنا إن كان ممكن للمدرب أن يقدم ما لديه على مستويات مثل ما نراه الآن مع كوتش بيتسو، بالتالي سوف نجذب الاهتمام وسوف يكون أيضا فرص لهم، ومما يسمح للثقافة القروية الأفريقية بالانتقال إلى المستوى العالمي. ومن هنا يمكننا منح مثل هذه الفرص للمدربين. رغم صعوبة السيزن الحالي أو الموسم الحالي، موسم استثنائي وطويل جدا، وصعوبة التوقيت اللي تولى فيه مستر موسيماني مسؤولية النادي الأهلي، وصعوبة أيضا مسابقة دوري أبطال أفريقيا، نجح بيتسو موسيماني في التتويج مع النادي الأهلي. إزاي من الممكن أن نجاح الأهلي مع موسيماني يؤثر على تغيير العقلية في القارة الأفريقية على الأقل بالنسبة للمسؤولين في الأندية؟ من المؤكد أن ما قام به موسيماني هو القيام بعمله بالكامل. نعم، وبالتالي كانت الفرص التي بدأ يخلقها متاحة، ولكن هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها سواء في المغرب. ولكن كوتش بيتسو قام بالقفز إلى نادي كبير مثل الأهلي في ظروف نعم نعلمها جميعا. ومن هنا ومن خلال حصوله على اللقب الأفريقي يعني بدأ الاهتمام بالكرة الجنوب أفريقية وكذلك بالمدربين وبالخبرات الموجودة لدينا. إلا أن المخاطرة كانت كبيرة، لأنه إن كان لا قدر الله يخسر المباراة كانت الانتقادات سوف تكون على ملء الساعة. لكني أعرف من هو، وهو شخصية قوية يحب المنافسة. وما أعتقده أنه قيامه بهذه المأمورية في هذا التوقيت هو ما سوف يحملنا كقارة أن نبدو بالصورة الأفضل أمام العالم أجمع، وكذلك على مستوى الفرق. وهو ما يمنح ليس فقط الفرصة له، ولكن لأفضل الفرق على مستوى العالم أن ينظروا له وللاعب الذي قدمه مع نجومه في الفريق. وبالتالي الفرصة أصبحت متاحة، أصبحت ظاهرة، ويجب أن يتم استغلالها. خليني أسألك بحكم تجربتك في الاحتراف كمان على اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا، وأنت كنت سفير ناجح للكرة الأفريقية في هولندا وفي إنجلترا. في بعض الدول بتعتبر مصادر أساسية لمعظم أندية أوروبا على سبيل احتراف اللاعبين الأفارقة. يعني بنشوف لاعبين كتير محترفين من غانا، من ساحل العاج، من الكاميرون، من نيجيريا. يمكن يكون في النقطة دي في تشابه بين مصر وجنوب أفريقيا في قلة عدد اللاعبين المحترفين، رغم أنه في قصص ناجحة جدا زي بينار وزي محمد صلاح وزي محمد النني. من وجهة نظرك إيه السبب؟ أعتقد أن السبب واضح حتى الآن، لأننا إن نظرنا إلى النوادي الأفريقية والاتحاد عامة، مصر هي أكبر
الفرق في أفريقيا. أما ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا فهي أيضا تعتبر من أفضل أربع فرق على مستوى الأفريقي. فبالتالي السهولة الآن أصبحت متاحة للجنوب أفريقيين وللمصريين فوق كل شيء للانتقال إلى الفرق العالمية والاحتراف. وبالتالي أيضا إن كانوا يحصلون الآن على مرتبات كبيرة في دولهم الأم إلا أنهم بالطبع يرغبون في الانتقال إلى المنافسة الأكبر واللعب أمام أكبر الفرق في العالم. ومن هنا نقطة المحك، لأن المحترف ليس فقط أن ينتقل إلى دولة خارجية ولكن أن يقدم ذاته. خليني أعرف رأيك في أفضل ثلاث لاعبين أفارقة محترفين من وجهة نظرك. سوف أقول محمد صلاح أولا، ثم سايدو ماني، أما الثالث فهناك صعوبة بعض الشيء لتحديده بالذات، لأن هناك يعني أندري أونانا وهو من يعني يلعب لأياكس. أنا أعتقد أنه حتى الآن إن لم أخطئ التقدير هو من أفضل ثلاثة على مستوى ثلاث لاعبين أفريقيين في أوروبا الذين يلعبون بقوة بتماسك على مدار السنتين الماضيتين. ولكن صلاح طبعا ومانيه يلي بنجاحهم في إحراز اللقب لليفربول، بالتالي كانوا هم أفضل اللاعبين وأفضل الهدافين ولعبوا في أفضل في أحسن أكبر المسابقات على مستوى العالم. وأنا أرى أن لعب يعني خسور أياكس السيمي فاينل، خسارة الأياكس السيمي فاينل كان له أثر، ولكن هؤلاء هم الثلاثة الذين أراهم يلعبون يعني بتماسك وبقوة. إذا كان في مباراة تجمع بين أياكس الهولندي وأفرتون الإنجليزي، ستيفن بينارا يشجع مين فيهم؟ If there's going to be a game between Ajax and Everton. Who will you be? سؤال جيد يا فندم. أعتقد أني علي أن أطب التالي أن ألبس تيشيرت واحد ولكن نصفه لأياكس ونصف للأفرتون، لأن الفريقين هما الأقرب إلى قلبي ولعبت لهم في السنوات الماضية، ويعني إنهم من أفضل النوادي في أوروبا. لعبت 5 سنين ونصف لأحد النوادي وكسبت لهم اللقب الهولندي ومع أفرتون لعبت 8 سنوات جمال جدا، وكانت أفضل فترة في حياتي المهنية، وبالتالي علي أن بالتالي أقسم قلبي إلى نصفين. ستيفن بينار نجم جنوب أفريقيا، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في قناة الأهلي وعلى السادسة. دي كانت حوارنا أو ده كان حوارنا مع نجم جنوب أفريقيا وأياكس أمستردام وأفرتون الإنجليزي ستيفن بينار، واحد من الحقيقة السفراء اللي مثلوا الكرة الأفريقية بشكل كبير وساهموا بكل تأكيد في توسعة قاعدة اللاعبين الأفارقة في أوروبا بشكل عام.